كل شي بيع الباعك هسه فيها فرقك فخوفنا فيها ضاعت خلى عنا مالك ومسحلك على العين تعبت ما حتنال وما حتتم التعيين عندي شهاده عادل الترامي يشتري حبيع الشهاده واحلامي حاجه فلس انا بطل ما حتدي بيش فلس وضعي طاري والله 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 ما حد راح يحاول ميت 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 واحد مشهد لا يابا لا عاد فد مره نحن اليوم نطالب بحقوق، نطالب انه اكو خريجين عاد تنسلب حقوقهم، حتى الشهداء اليوم طلعناهم بصيغه انه يطلعون من القبور الشهداء اللي اندفنوا ويطالبون بحق الناس الموجودين، فاليوم العمل راح يكون له صدى كبير ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى انه يصل صوتنا تصل مظلوميتنا للعالم. عنا مالك ومسحلك على العين تعبك ما حتنال وما حتتم التعيين عندي شهاده عادل الترامي يشتري حبيع الشهاده واحلامي حاجه فلس انا بوطن ما حد يبين شي غير العرف مثل غني بس مخلطه بين الوسط راح يندفر احنا ايتنا ما هذا بيت تلقى بحجمها راح نخيل بعد نطيق هنا هو فيديو كليب بسيط جدا لكن رسالة عظيمة جدا بمدينة لحد هذه اللحظة تحتوي على الكثير من الفساد، تحتوي على الكثير من الصفقات، شهداء، ناس ماتوا، ناس استشهدوا، ولحد الآن ماكو أي مجيب لندائهم ونداء عوائلهم. أعتقد هذه الرسالة هي رسالة في الصميم وفي وقت مناسب. طوبة صارت حدودي جيراني بقوا وقودي.